صباح الخير وسعادة عليكم، يسعد صباحكم بكل الحب والهنا. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد. ان شاء الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10، فقرات متنوعة كالعادة. معايا انا وهندو. صباح الفل يا هندو. يسعد صباحك يا لميس، يومنا ان شاء الله جميل وكله طاقة ايجابية. يا صباح الخير والبركة والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بنجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. النهاردة الجمعة 13 يناير 2023. الحقيقة ان النهارده عندنا مجموعه من الاخبار المتميزه يا رميس كده، وبدايتنا بدايه ايجابيه، بدايه مفرحه. يعني الحقيقه تفرح جدا ان نلاقي بلدنا العالم بيتكلم عنها في اوقات كتير وفي مناسبات مختلفه. من بين الحاجات المفرحه والمهمه لينا كمصريين واللي عايزين نتكلم معاكم فيها النهارده، امبارح الموقع الاخباري لجريده ديلي ميل البريطانيه الشهيره نشر تقرير صحفي سلط فيه الضوء على الميزه اللي بيتمتع بيها المقصد السياحي المصري بالنسبه للسائحين البريطانيين، واللي بيخلي مصر فرصه حلوه جدا لقضاء اجازه طويله بتكلفه يمكن قليله شويه. ديلي ميل دعت البريطانيين ان هم يسيبوا الطقس البارد اللي هناك، يهربوا بمعنى اصح في بريطانيا خلال فصل الشتاء، ويسافروا لمصر علشان يقضوا اجازه حلوه وممتعه بالمدن السياحيه بيها، ويستمتعوا بالطقس المشمس الدافئ عندنا، وده لمده ممكن توصل لشهر بنفس تكلفه اقامتهم في بيوتهم هناك. وعايزه اقول لكم كمان انه غير الجو، احنا شعب متضاعف، شعب طيب، شعب بيستقبل كل الناس الحقيقه، فالناس تيجي هنا تصيف وتستمتع معانا، والاجواء فعلا في مصر بتكون مختلفه عن كل بلاد الدنيا. اكيد يا لميس، وفي كده جمله احنا دايما كده اتعلمناها في الكتب زمان، حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء. صحيح يعني التغيرات المناخيه موجوده، بس برضو برغم كل التغيرات المناخيه دي لكن لسه مصر برضو جوها مختلف عن كل بلاد الدنيا. حتى الفتره دي الجو الحمد لله لحد دلوقتي يعني في ساقعه بس مش الشمس موجودة. الشمس موجودة والصبح بيبقى الجو حتى لطيف، بس في الأول بيبقى ساقع بالظبط، يعني زي الأول وبالليل في النص بقى في شمس جدا. هتيجي بقى دولة دلوقتي كده الشمس فيها موجودة، ومش بس كمان بقى نتكلم على القاهرة، بنتكلم على الغردقة، بنتكلم عن شرم الشيخ، بنتكلم عن الأقصر وأسوان. كل بلاد الدنيا بتتمنى يكون عندها جو زي مصر بلدنا، والحقيقة إن ده يعني طول عمرنا كده بنتباهى بيه واتعلمناه دايما في الكتب، إن مصر مناخها أجمل مناخ في الدنيا. تقرير الديلي ميل كمان قال ان الحكومه المصريه بتشجع وتسهل الاقامه لمده شهر في مجموعه كبيره ومتنوعه من المنشات الفندقيه على مستوى الجمهوريه، وانه في رحلات طيران مباشره، النقطه دي مهمه جدا، من عدد من المدن البريطانيه لمدن الغردقه وشرم الشيخ مباشره، وان المقاصد السياحيه المصريه بقت وجهه سياحيه شتويه شهيره للاقامه الطويله. والاهم كمان بقى الميزه اللي عندنا ان التكلفه مش كبيره، يعني السفر لمصر فرصه للاستمتاع بتجارب سياحيه جديده ورائعه، والتكلفه قليله بالنسبه للعديد من دول العالم. واحنا يعني لو قعدنا نتكلم بقى عن التنوع اللي عندنا الحقيقه مش هنخلص، لان عندنا تنوع سياحي ثقافي وديني، سياحه علاجيه اثري، يعني عندنا شاطئي، عندنا تنوع كبير جدا ومهم جدا. يكفي ان احنا لحد النهارده لسه بنلاقي خبيئات تحت الارض، والخبيئه دي بيبقى فيها عشرات التوابيت اللي لسه محتفظه بيه رونقها، وده بيخلي العالم كله يبص لنا نظره كده اللي هو ايه العظمه اللي الحضاره المصريه فيها دي. بييجوا يستمتعوا، الناس بتيجي تستمتع، ويمكن الاجازه ممكن تخلص ولسه ما خلصوش مصر ولا لفوا فيها.